أهلا بكم أبناء الطلاب في المحاضرة الثامنة، وهي بعنوان أهداف برنامج الخصخصة المصري. برنامج الخصخصة في مصر شباب يهدف إلى 10 أهداف أساسية. باختصار شديد جدا، أول هدف رفع كفاءة المنشآت الإنتاجية. وأنا قلت إن المنشآت الإنتاجية التابعة للحكومة كفاءتها ضعيفة، فإحنا محتاجين منافسة من القطاع الخاص عشان يقدر يرفع الكفاءة دي. أما الهدف الثاني تشجيع نمو القطاع العمل الخاص. احنا معروف كنا في الخمسينات والستينات القطاع الخاص كان منكمش وكان غير مشجع وغير مرغوب فيه، خلينا واضحين. النهارده الدوله بتسعى الى ان ايه نخلي القطاع الخاص اقصى، يعني النهارده القطاع الخاص في مصر بيساهم باكثر من 75% من مقدرات التنميه، فعايزين نشجعه. اما الهدف الثالث فهو تخفيض الفقد والضياع الاقتصادي. ما من شك ان نسبه الفاقد في الشركات الحكوميه، لان طبعا شركات يعني ما فيش اهتمام والرقابه ضعيفه والكل بيقول ده مال حكومي وماليش دعوه بيه، طبعا ثقافات صعبه يعني موروثه. طبعا احنا لما نحول الشركات دي الى شركات قطاع خاص دي طبعا بقواعد معينه، لان الخصخصه دي 16 شكل، مش بمعناها ان تبيع كل حاجه، لا انا بتكلم على الشركات اللي هي يمكن ان تحول، يمكن ان تباع، زي شركات بيع الملابس وشركات الحاجات اللي ما ينفعش تنافس فيها الحكومه، لكن ما نتكلمش على الصناعات الاستراتيجيه المرتبطه بايه؟ مصير البلاد والعباد. فبالتالي انا بخفض الفاقد فيها. اما الهدف الرابع هو الاصلاح الاقتصادي التنظيمي، الهيكله التنظيميه، الرسوب التنظيم الموجود في الشركات الحكوميه يجب ان نقلل به. نمره خمسه تخفيض الضغط المالي على الموازنه العامه للدوله. طبعا كل انا ببيع شركات مش مهمه، فبالتالي الاجور تقل عندي، بدل ما ادفع الاجور للموظفين هيدفعها رجل الاعمال، فبالتالي الضغط المالي على الموازنه يقل. نمره سته تشجيع المنافسه. ما دام الحكومه هي اللي بتقوم بكل شيء محدش بينافسها، فهتقدم خدمه رديئه او غير رديئه انت هتاخدها غصب عنك. لكن لما يكون في شركات من رجال الاعمال مختلفين فدعه يعمل دعه يمر، ففي ذلك فليتنافس المتنافسين. نمره سبعه اللي هو الاهداف رقم سبعه تشجيع الاستثمار الاجنبي. انا محتاج اشجع رجال الاعمال الاجانب عشان يجوا يشتروا في مصر ويستثمروا في مصر، فبالتالي يضخوا اموال اجنبيه دولارات، وبالتالي يبقى في عمله صعبه متوفره عندي، فالاحتياطي الخاص الاحتياط النقدي بتاع الدوله يزيد في البنك المركزي. الخاصيه الثامنه خلق وظائف جديده. كل ما زادت المشاريع وتوسعت المشروعات الخاصة أبنائنا الشباب يجدوا فرص عمل. أما الهدف التاسع هو توفير الموارد الحكومية، لأن فيه طبعا شركات غالية جدا أراضيها موجودة على النيل وغيره وغيره وغيره، زي البيبسي كولا، زي شركة المراجل البخارية الموجودة على النيل في قصاد حي المعادي، دي بتوفر مليارات وملايين، دي توفر دخول كبير لمحفظة الحكومة ممكن الاستفاد بها في إنشاء طرق وحاجات تنموية. آخر هدف وهو تنمية أسواق رأس المال، وأنت شفت البورصة المصرية تعافت بعد برامج الخصاصة. أرجو من طلابي أن يراجعوا هذه المحاضرة في الكتاب المقرر من صفحة 82 إلى صفحة 90، وشكرا لكم.